الفاتح من نوفمبر تاريخ خاص لدى الجزائريين، فهو يمثل مجد الثورة التحريرية المباركة. هذه السنة سيشهد حدثين هامين، فبالإضافة إلى الاحتفال بالذكرى 66 لاندلاع الثورة، سيكون الجزائريون على موعد هام آخر، وهو الاستفتاء حول تعديل الدستور، والذي سيجر بدوره مواعيدا لا تقل أهمية عن الاستفتاء، ولعل أهمها بحسب بيان ندوة الإصلاح الوطني سيكون حل كل المجالس المنتخبة بعد الشوائب التي حامت حول شرعيتها. لكن ما هي المجالس التي يجب أن تحل أولا؟ إذا أردنا التغيير حقيقة، فيجب أن نمضي قدما إلى إعادة التأسيس لشرعية جديدة، شرعية تبدأ من النواة، من البلدية، مرورا بالولاية، ثم إلى البرلمان. هذه الشرعية التي يجب أن تبنى على كفاءة العلم والعمل، لا على المحسوبية أو الولاء أو الشكارة كما كنا نسميها سابقا. إذن فحقيقة هي تعتبر أولوية مطلقة. وبالمقابل هناك من يرى أنه يستوجب البدء بحل المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه أولا، لكن وجب بالضرورة الاختيار بين حل المجالس المنتخبة والدعوة لانتخابات محلية وتشريعية مسبقة، ومعرفة أي الخيارين هو الأمثل تماشيا والظروف الحالية. الأحسن هو حل المجالس، لأن تأمين العملية الانتخابية ونزاهتها هو مطلب أساسي من الحراك، ولا يمكن تأمين الانتخابات في ظل وجود سيطرة من أحزاب العهد الخامسة. ولكن هنالك محذور، لأن حل المجالس سيؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية في 3 أشهر أو 4 أشهر ستكون حرجة على الجزائر. ولذلك مطلوب مع حل المجالس إجراءات احتياطية عاجلة، وتحتاج أجال محددة للانتخابات. وسواء حلت المجالس أو تمت الدعوة لانتخابات مسبقة، فإن إمكانية تنظيم انتخابات محلية وتشريعية في يوم واحد يبقى حلا يراه سياسيون الأنسب لتقليص الميزانية المخصصة لتنظيم الانتخابات، وتفاديا أيضا لتعطل المشاريع والبرامج التنموية التي هي على صلة مباشرة بمداولات وموافقات المجالس المنتخبة.